نشاط دبلوماسي حيال لبنان الأول على خط جبهة جنوبية فالموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكستين يلعب الورقة الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله سعيا للتهدئة قبل توسع الحرب أما الموفد الفرنسي جان إيف لودريان فيحط منتصف الأسبوع المقبل في لبنان لمساندة الخماسية في انطلاقاتها الجديدة بشأن الملف الرئاسي في محاولات لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية اللبنانية كل ذلك على وقع التخبط السياسي والاقتصادي والمعيشي في الداخل اللبناني كل هذه الملفات وسواها نناقشها في هذه الحلقه من منشات المساء مع مدير تحرير اساس ميديا الصحفي الصديق محمد بركات استاذ محمد اهلا وسهلا فيك قبل يعني طبعا دخول في هذه التفاصيل لهذه المقدمه ماذا حدث اليوم في لبنان ماذا تسمى هذه النكبه ماذا تسمي هذه المصيبة التي حلت بحزب الله وبعناصره وكوادره ومن ثم بلبنان أول شيء يعني كل التضامن مع الجرحى اللي بالميات وربما ألف عم بيقولوا ألفين ربما بالألاف يعني ما حدا بيعرف يوم العدد لانه بعض الحديث هلا اليوم يمكن في ناس على الجبهات مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء ما عارفين انه هالشيء عم بيصير ما عندهم ما, ما عندهم اول شيء نخبر الناس شو صار اللي هو البيجرز اللي الحزب سحب صحف... السمارت فونز من اشهر معم. كل عناصره ما بقى عندهم تليفونات ذكيه هواتف ذكيه نزل بدالها بيجرز ليقدر يبعث رسائل او ليتواصلوا مع بعض فهيدي البيجرز اليوم يبدو من خلال تقنية ما سخنها الإسرائيلي سخن بطاريات الليثيوم تبعها وفقعت بالألاف معلوماتي لحد هلأ بعد في ناس عم تفقع فيهم لأنه هون ناس ما عندهم تليفونات أو ما عندهم وسيلة ليعرفوا شو عم بيصير لأنه ما معهم سمارت فونز نعم. فحتى اللحظة ممكن يكون في شباب على الجبهات أو بأماكن ما فيها تلفزيون أو تليفونات عم بيصير معهم حوادث تفجير لحد لحد الان ومثل ما بنعرف انه هلا كل المستشفيات مليانه ببيروت وبالمناطق بالمئات بكل مستشفى يعني هلا باوتيل ديو حدنا هون حوالي ال 45 مصاب وطبعا اداره المستشفى والطاقم الطبي عم بيطلب من الجميع التبرع بالدم وعم بيطلب من الحكماء ينزلوا يلتحقوا والممرضين أو اول شيء خلينا نقول انه هذا الاعتداء هو جريمه ضد الانسانيه لانه كل اللي تم استهدافهم حتى الان مثل ما شفنا بالفيديوهات هن مدنيين حتى وان كانوا بالجسم التنظيمي للحزب مثل ما شفنا بالفيديوهات اللي عم بيشتري خضره وحده مدنيين اللي بالشارع وحده مدنيين اللي ببيته وحده مدنيين كل من يحمل هذا الجهاز ان كان على جبهة وان كان طبعا على بالتالي ما نفذته اسرائيل هو مجزره بحق مئات العائلات اللبنانيه مجزره ضد المدنيين حتى على الدوله اللبنانيه ان تتحرك بشكل عاجل تقديم شكوى بالامم المتحده وشن معركه دبلوماسيه كبرى لانه ما حصل اكبر من مجزره مجازر نيسان 96، اكبر من كل المجازر اللي صارت بالحروب السابقه، هيدي هيدا اعتداء على الاف المدنيين بلحظه وحده، هيدي مقدمه تشبه غزه، انه يعني... المدنيين في لبنان، خليني كمل المدنيين نعم، في لبنان بدءا من هي اللحظه ليسوا خطا احمر بالنسبه لاسرائيل وبالتالي إذا لم يتحرك المجتمع الدولي هلأ لوقف هذه المجزرة بالتالي لما قتلوا فؤاد شكر بالضاحي راح مدنيين وقتلوا مسؤولين بالجنوب وبالبقاع وراح مدنيين والحزب سكت اليوم على الدولة اللبنانية انه ما تسكت هيدا اعتداء على المدنيين وهذا مش خارق امني ضد حزب الله هيدا اما اهمال كبير باللي زود الحزب بهاي الصفقة واما شبكة عمالة كبير جدا جدا أكبر مما قد يتخيل البعض داخل المحور ما بنعرف قد في دول أو أطراف ليش آه نظرية مت... المؤامرة ليش ما... لأنه هيدي إنه... لأنه هي الصفقات يعني اليوم التكنولوجي التكنولوجيا الإسرائيلية متفوقة بشكل كبير على على يعني ما نشهده اليوم من يعني عتاد عسكري لدى حزب الله ولدى جميع المحور يعني ليش على طول بدنا نحط نظرية المؤامرة؟ عم أقول أنا إما إهمال كبير نعم من اللي كانوا قيمين آه الاهمال بيجي بهالخانه يعني اما كان اهمال كبير من القيمين على هذه الصفقه لصفقه الاف البيجرز انجابت خلال الحرب وتوزعت ربما من دون تجريب كافي من دون آه يعني ثقه كافيه بالمنتج واما في حدا كان محضر هاي الصفقه من قبل وناطر لحظه مثل هاي لانه سهوله الخرق والوصول لالاف بتعرف شو يعني الاف؟ نعم يعني هو الشباب هلا اللي على الجبهات كلهم مصابين وربما لا تصل اليهم سيارات الاسعاف. نحن عم نعرف هلا وربما هم مراقبين كمان ال نحن... يعني الطيران طبعاً الاسرائيلي نحن... اذا خرجوا من خنادقهم معقول يعني يستهدفهم الطيران نحن عم نعرف هلا مين اللي بالمستشفى صحيح. اللي ما قادر يوصل الاسعاف لعنده ولا قادر هو يجي على المستشفى قد يكونون اكثر من المئات والالاف اللي هلا كانوا مدنيين بلحظه استهدافهم عم عن مئات بسوريا ايضا بالتالي انا بعتقد هيدي مجزره كبرى تستهدف المدنيين في لبنان، هؤلاء مدنيين كانوا في لحظة مدنية والا والا استاذ مروان نعم يمكن لحزب الله ان يعتبر كل المستوطنين وكل المواطنين الاسرائيليين المدنيين أهداف عسكرية هن أهداف عسكرية لأنه هو عسكر نعم. طب ما هو عسكر إذا أنت كل واحد مدني بالحزب حامل بيجر بتقتله ايه بس يا أستاذ ماروان. يعني أنت يعني صحيح. أنت عم تحلل دم صح الحزب حتى الآن لم يستهدف إلا أهداف عسكرية نعم نحن اللبنانيين دمنا مش ما لازم يكون رخيص يا استاذ مروان والا بقى... على الحزب ان يبدا في الرد بالمثل طيب بس انا بدي احكي انا وياك شغله ما يكون اللي عم بيسمعنا اليوم يقول انه عم بيحكوا بطريقه كثير عاطفيه دون عمليه تحليل لما حدث اليوم هذه الصفقه ان كانت ألف او ألفين او 3000 ألف بيجر يعني اليوم ما توزعت لا لمروان قدوم ولا لمحمد بركات توزعت لعناصر حزب الله وخاصه القياديين منهم هلا نقلا عن الحدث اصابات في صفوف قاده كبار في حزب الله ومرافقيهم يعني اليوم قاده يعني الصف الاول قاده قاده الميدان قاده الجبهات قاده المحاور بالحزب هن اللي حملينا مش اليوم الزعيم انا, أنا استاذ المدرسه اللي حملها استاذ مروان انا كنت قاعد هلا بالبيت سفير الايراني مثلا استاذ مروان انا كنت قاعد هلا بالبيت مع اولادي نعم حطيت فتحت على تيفي لبناني المشاهد مؤلمه ولا واحد شفته لابس عسكري طبعا إيه اللي عم, عم يشتري خضره كانوا عم بيعيدوها على الجديد وعلى القلب تي في واللي عم بيحاسب على الكاس واللي عم بيحاسب على ولي الصندوق واللي إيه و... هاو مدنيين عم تحكي لي حكايه انت هلا انه القاضي كلهم انا مصدق وبعرف واكيد القاضي عنده. بس مدني ليش بدها تكون معهم ولكن... جهاز يا استاذ محمد طيب فاذا هذا اللي عم بلك. هل ترضى اسرائيل وهل يرضى المجتمع الدولي انه حزب الله يعتبر كل مجند احتياط وهو مواطن أو مستوطن إسرائيلي هدف مشروع لحزب الله؟ تفاهم نيسان الذي كان ساريا حتى اليوم صحيح ينص على عدم استهداف المدنيين من الطرفين على قواعد اشتباك معينه قواعد اشتباك تحمي المدنيين من الطرفين أنا كل اللي شفتهم اليوم وإذا حامل بيجر يعني ما في ناس مدنيين بحزب الله؟ ما في جناح سياسي بتعتبره بعض الدول ليس إرهابياً صحيح دول عربية ودول غربية؟ طب ربما هيدا عنده مهمة بهيئة صحية، ربما هيدا عنده مهمة بهيئة مدنية، بهيئة شعبية، مش بالضرورة كلهم مقاتلين ويجوز ويباح دمهم وقتلهم يا أستاذ مروان. هذا اللي صار اليوم هو مجزرة وجريمة ضد المدنيين في لبنان، هؤلاء مدنيين وإلا سنعتبر ويجب أن يعتبر كل لبناني إنه ما في مدنيين بإسرائيل. استاذ مروان نعم. حياتك وحياه اهلك وحياتي وحياه اهلي تعتمد على هذه اللحظه كيف نقراها هذا تشريع لدماء المدنيين اللبنانيين في لبنان وهذا ليس مقبولا بس في شوية يعني معطيات من حتى هناك رسائل وصلت على هذه الأجهزة قبل انفجارها أجهزة الاتصالات المستهدفة في لبنان كانت ضمن شحنة جديدة تلقاها الحزب مؤخرا مصدر في محور المقاومة للديار يقول أن الأمور إن شاء الله تحت السيطرة ونسحب حساب كل احت... ونحسب حساب كل احتمال القناة 12 الإسرائيلية مصادر أمنية الأجهزة التي انفجرت في عناصر حزب الله استوردها الحزب قبل ثلاثة أشهر جرح بين عناصر حزب الله في منطقة السيدة زينة في سوريا مقتل نجل النائب علي عمار في العملية بحسب الرواية وطبعا وصل إلى مستشفيات الأشرفية عدد كبير من الجرحى والمصابين وأربعين منهم في أوتيل ديو حتى الساعة يعني ليك هلا يعني تكبر المصيبه الخرق شوية شوية. الامني سيكون اكبر مما نتصور اليوم كل عناصر حزب الله المئات في المستشفيات في بيروت كشفت هوياتهم ووجوههم كل المستشفيات مليانه كاميرات مش عم أقول بالمستشفيات في جواسيس بس هاي الكاميرات كلها مخترقه ربما واليوم الخرق الامني هو اكبر بكثير مما نتصور بعد دخول هؤلاء الشباب على المستشفيات يعني كل ما عم بيتقدم الوقت استاذ محمد يعني عم نحس المصيبه بدل ما تصغر يبدو انها عم تكبر اليوم 100 جريح ايضا في مستشفى الجامعه الامريكيه اصاباتهم بالغه جدا يعني مجزره هاي مين بيقول لك انه كل مجزرة. واحد معه بيجر هو عسكري ومقاتل استف... يعني استشهاد كمان طفله عمرها عشر سنوات طيب بعد. في بلده سرعين البقاعيه طيب بعد انفجار جهاز البيجر طيب. الذي كان اللي قبل يعني هذا لبي محدود حده يا خيي انا ما عم هذا اللي عم اقوله قبل قبل ما يطلع خبر الاستشهاد الطفلي الله يرحمه وتعازينا لاهلها عم اقول لك هذا استهداف للمدنيين استهداف للناس ببيوتها مش كل واحد معه بيجر هو مقاتل ويستحق القتل بالنسبة للإسرائيلي طبعا عم نحكي <applause> يعني شو بعد عندها بتقول إسرائيل يعني اليوم ما حدا كان متوقع اليوم أستاذ محمد يعني هذه النكبة التي هيدا 11 أيلول لبناني هيدا 11 أيلول لبناني وهذا انفجار مرفق لبناني كمان صحيح ده يعني اليوم المشاهد اليوم اللي شفتها انا مبناني. بالاشرفيه مش بالضاحيه الجنوبيه بدي لك انا اللي شفتها بالاشرفيه من سيارات الصليب الاحمر والاسعاف اللي عم توصل ونداءات الدم ل... زيت المشهد تكون عندي نهار اللي كنت عم غطي ايضا انفجار مرفق بيروت الاف الجرحى والمصابين والقتلى في المستشفى انت لو كنت اي حد عم يسمعنا لو كان بباص او بفان او بتاكسي وحده مش ضروري رجل امراه في الهيئات النسائيه بحزب الله في هيئه ثقافيه في حزب الله وحاملة بيجر وفجر هو وياها مين بيكون قتلهم هول الاسرائيلي هيدا استهداف للمدنيين وهذا هو سبب ان حكومه اسرائيل طلبت من الوزراء والمسؤولين عدم التعليق ومثل ما نشر في احد المستشارين القريبين من نتنياهو عمل تغريده على اكس على تويتر ورجع حذفها ذكرنا ذكرنا بترامب ذكرنا يعني بترامب وقت مثل ما حكيت عن تفجير المرفأ عمل تغريده لانه كانوا متوقعين انه هن قصفوا شحنه لحزب الله او ما شابه لما عرفوا انه جريمه كبيره وفيها عشرات الاف المدنيين اصيبوا تراجع ترامب عن تغريدته وحذفها اليوم نحن امام 11 ايلول لبناني امام مشهد أسوأ من تفجير مرفق بيروت لانه يطال الاف العائلات في لبنان الاف المدنيين في لبنان في جميع المناطق ومثل ما عم تتفضل مستشفيات الاشرفيه ومستشفيات بيروت بكل اقسامها ومناطقها مليئه بهؤلاء المدنيين انا بدي بس صوره وحدة استاذ مروان تفضل هل يوجد صوره واحده لحدا بالزي العسكري فات على مستشفى لا بالزاي العسكري هو طيب بالميدان ما رح يصير طيب يتصور فأزن. فأزن. اليوم الناس اللي طيب. يعني اليوم عناصر حزب الله ويمكن المجموعات اللي هي عم بتبدل اللي هي ببيوتها اللي هي اجت تشوف اهلها اللي هي لوجستيه اللي هي يعني كل بيئه اليوم حزب الله يعني البيئه العسكريه لحزب الله اليوم حتى البيئة المدنيه طبعا انا بدي اقول لك حق حتى البيئة المدنية, المدنيه حتى الشعور اللبناني اللي اليوم طبعا حتى الشعور اللبناني مرم. يا استاذ محمد اليوم كل الناس بلبنان شاعرين انه إسرائيل اعتبرتنا ناس من الشعوب الدرجة الخامسة بعملية تكنولوجية يمكن تكون بالنسبة لها بسيطة قدرت تفوتنا بنكبة وبأتون كتير كبير يمكن ما نخلص منه بجمعة وبجمعتين وبشهر من وراء يعني أعداد الجرحى وإن شاء الله ما بيصيروا قتلى لازم الحكومة بدل ما تعمل استنفار ويبعثوا وزير الصحة يستنفر المستشفيات مشكوراً على رئيس الحكومه انه يدور طيارته وحده من طياراته الكثيره ويتفضل يعمل جوله باوروبا وبالدول العربيه لحشد الدعم الدبلوماسي لوقف المجزره الاسرائيليه بحق المدنيين هذه هذه البدايه فقط يا استاذ مروان هذه مجرد البدايه اسرائيل اليوم تحاول ان تكسر خط المدنيين الاحمر في لبنان حاول حزب الله ان يعض على جرح الضاحيه واغتيال مدنيين لقتل فؤاد شكر ولكن يبدو ان العض على الجرح لم يعد يكفي سقط الخط الاحمر المدني في لبنان وعلى الدوله اللبنانيه ان تتحرك بكل ما تملك من قوه دبلوماسيه وسياسيه لحشد التاييد لوقف المجزره الاسرائيليه في لبنان حزب الله سيصدر بعد قليل الاستاذ محمد بيانا يتطرق فيه الى الهجوم السيبراني الذي وادعو حصد. وادعو حزب الله ايضا للتجاوب مع ما يمكن ان يصدر من المجتمع العربي والدولي ووقف هذه الحرب فورا. هذا اللي بدنا نحكي عنه يجب ان تتوقف هذه الحرب لفصل مسار لبنان عن غزه فورا. هذا نحن لم نعد نتحمل هذه الحرب. يعني اسرائيل وكل التطور التكنولوجي في العالم في الغرب في امريكا في خدمه اسرائيل عم يقتلونا هلا ببيوتنا. بمحلات الخضرة يعني اليوم بالشوارع يجب أن نخرج و... من هذه الحرب من حزب الله عليه أن يفكر في حماية نفسه وحماية بيئته يجب أن يخرج الحزب من هذه الحرب فورا وعلى الدولة اللبنانية وعلى المجتمع الدولي والعربي ان يقدم طوق النجاه للحزب ليخرج من هذه الحرب. استاذ فيليب ابو زيد بوجه لك تحيه وبيقول انه تحيه للزميل محمد بركات تحليله وطني وهو بيعلم الباقي أنت بتعلم الباقي. تحيه لك استاذ فيليب حبيبي. أه متى يقتنع حزب الله استاذ محمد بضروره فك هذا المثار ام هو مقتنع ولا يستطيع فك المسار لان الولي الفقيه وايران اليوم لا تسمح لحزب الله بالعكس, بالعكس يتراجع بالعكس. ليك؟ هل هذا القرار هو قرار حزب الله يعني او قرار ايراني او قرار لبناني يعني قرار وقف هذه المجزره في لبنان الحزب متى يتم لكن الحزب ب 7 اكتوبر وقع امام خيارين امر من بعض الحزب كان امامه اما ان ينأى بنفسه عن حرب غزه وبالتالي تكون قد سقطت كل سرديته وكل الحكايه التي تأسس عليها حزب الله حزب الله يا استاذ مروان باوراقه التأسيسيه الهدف النهائي تبعه تحرير فلسطين وتحضير الكوكب كله العالم لتح ل... ل... يعني تحضير اسباب لظهور المهدي وكل هيدي تمر بتحرير فلسطين لو نقى حزب الله عن حرب غزة واعتبر ما له علاقة كانت سقطت سرديته التأسيسية كان أمام معضلتين حزب الله من البداية إما أن يضحي بسرديته وهيدي ستضرب قدرته على الإقناع في بيئته الشيعية وفي المنطقة وفي العالم واما ان يذهب الى تضحيات جسديه من مقاتلين من لبنان لحمايه سرديته او الامن الانطولوجي مثل ما تسمى اكاديميا كان امام خيارين اما حمايه امنه المادي والجسدي واما حمايه امنه الانطولوجي حكايته يعني قرر إيه حزب الله ان يدخل هذه الحرب تفضل للتوازن بين الامن الانطولوجي والامن الجسدي او المادي قدم ما ما يعني المينيموم ابسولوت من من قدرته على الـ الـ الامن الجسدي لحمايه الامن الانطولوجي كله، هلا خلص انت حمات حكايتك، حمات سرديتك، حمات مبادئك، فتت بهاي الحرب 11 شهر الاف الشباب خلص ظهر ما بقى في حدا يحمي جنوب بس هلا ما. اذا فات نتنياهو بفوت كزدورة بس مش قادر يقول انه في نصر اذا ظهر هلا مش هيك يا خيي يا خيي شو يعني نصر شو يعني نصر راح الجنوب وهلا راحوا الشباب يا مين بده يقاتل هلا عم نحكي عن ألف ألفين شاب راحوا على حزب الله ان يقوم بمبادره تاريخيه بفصل جبهه جنوب لبنان عن جبهه غزه نحن مش قادرين نحرر فلسطين يطلع يقول للناس هيك مع كل تضامننا معه ومع كل تعزينا للشهداء اللي سقطوا اليوم ومع كل تضامننا للدماء العزيزة التي تسيل في هذه الأثناء أستاذ محمد سؤال هون أنت يعني تحدثت عن السردية ويعني لست موافق معك بموضوع السردية لأنه السردية كان لها 18 سنة على حياد من 2000 و... كيف لا من 2006 يا استاذ محمد ل 2023 السرديه كانت رايقه وجسدت السرديه بالاتفاق البحري يعني بين حزب الله واسرائيل هو دخل سمية. هذه دخل, 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 هذه المعركه تلبيه او نداء من المحور من ايران من فلسطين من غزه من اليمن لكن من الحشد الشعبي بالعراق يعني من سوريا كان واضح انه في قرار اسرائيلي بتنفيذ اباده كبيره في غزه. حزب الله بالاسابيع الاولى كان يطلق النار على الاراضي استاذ محمد بس بلشت المعركه بطوفان الاقصى خليني, خليني, هيك بش خليني أتفضل. الفكره اللي عم حضر. حضر. بدأ حزب الله في الاسابيع الاولى باطلاق النار على اراضي لبنانيه محتله بمزارع شبعه وبغيرها. وكان يكتفي بمهاجمه هذه الاراضي اللبنانيه المحتله محميا ببيانات وزارية ومحميا بوثيقة الوفاق الوطني التي تد تسمح له باستعمال كافة الوسائل لتحرير الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل ولاحقا حين بدأ أنه في مشروع إبادي بغزة وسعت إسرائيل نطاق اعتداءاتها بالجنوب وبالبقاع ووسع حزب الله نطاق قصفه إلى أراضي فلسطينية محتلة سلاش تحت السيطرة والسيادة الإسرائيلية بالتالي بس معركة الإسناد ب 8 أكتوبر ب 8 بدأ إطلاق النار سبعة دي. بلشت طوفان الأقصى ب 8 أكتوبر بدأ ما. إطلاق النار على أراضي لبنانية محتلة صحيح ضمن قواعد هيدي كثير دقيقة وكثير مهمة، ما فينا نتجاهل إنه حزب الله في الأسابيع الأولى لم يقصف أي أراضي فلسطينية محتلة كان بعضه ضمن قواعد الاشتباك اللي استعملها مرارا لما انقصف تقنية افيفيم قبل بسنوات أكثر من مرة بهو 18 سنة حزب الله قصف أراضي لبنانية محتلة مواقع الإسرائيلية في أراضي لبنانية محتلة اللي صار لما بدأ أن هناك مجزرة كبرى في غزة تنفذ لما بلش قصف المستشفيات وفي نهار رح في نهار راح فيه شي ألف أو ألفين جريح وقتيل بغزة ساعتها حزب الله قرر توسيع نطاق عملياته إلى ما بعد شبعة نعم اليوم نحن ندعو حزب الله الى حقن الدماء في لبنان واضح اننا مثل ما قال الامين العام للحزب نقاتل الغرب كله نقاتل امريكا واوروبا وكندا بس بدي اقطعك بشغلي يعني على آه على اول المثل ضربني وبكى سبقني وشكى وسائل الاعلام الاسرائيليه الاجهزه الامنيه تعتقد ان حزب الله ينوي اطلاق عمليه عسكريه ضد اسرائيل يعني في عمليه عسكريه الليله إسرائيلية طبعا عم يعني بمهدولة بهالبيانات لو أنت مطرح القيادة الإسرائيلية بتعمل يعني. تعمل عملية استباقية إذا لا عندك لا, هيكي. لا ما عملوها ب 82 المدري وين صار اغتيال مدري وين فاتوا على بيروت اليوم أحسن وقت ليشتاح نتنياهو لبنان بعملية برية وجوية هو اليوم الشباب كلها بالمستشفى أو جزء كبير من قدرة حزب الله اللوجستيه وغير اللوجستيه ربما تكون تضارب والمجتمع اللبناني مربك ككل يعني اليوم بالتالي بالتالي انا بعتقد انه آه يعني الخوف الليلي من من عمليه اسرائيليه كبرى للاسف حتى الجسم الطبي ما قادر يتحمل بقى مية بالمية يعني اليوم اذا صار في عمليه اجتياح وفي جرح بدك تبعث الجرحى بالطيارات على دول اخرى صحيح اذا بدك تعمل مستشفيات ميدانيه مطار لأنو العملية. إذا كمان بندعي وزاره الصحه ووزير الصحه الى اطلاق النفير العام منذ الان لاقامه مستشفيات ميدانيه في في الملاعب الفوتبول وفي ال في ال في الاماكن المفتوحه يبلشوا يجهزوا لمستشفيات ميدانيه. صار في مستشفى ميداني الان في صور يبدو لا لا بكل بيروت بكل بيروت بالمناطق يجب البدء بتجهيز فرش تخوت بعتقد هو عنده مخزون من ال من الادوات الطبيه والاشياء اللي وزعوها اخر شهرين خوفا من العمليه العسكريه الكبيره لازم يبلشوا بمستشفيات ميدانيه لانه نتنياهو واضح جنة نتنياهو خلص وزير الاتصالات يعني ما بعرف شو التصريح لصوت لبنان لان لم نتواصل لم نتواصل بعد مع احد من وزاره الاتصالات ولكن يجب معرفه كيف دخلت شحنه كهذه من الاجهزه الى لبنان كأنه هو بفوتها أو الحزب ناطر وزير الاتصالات يفوت له الشحنة على على لبنان، يعني ما بعرف شو هالتصريح، برأيك شو يعني بده يطلب الحزب من وزير الاتصالات يفوت له شحنة مثل هيدي على لبنان، تعتقد بأن هالشحنة مشبوهة اللي فاتت؟ أنا برأيي هيدي محضرة منذ يعني سنوات نعم. لأنه هيدا هيدا تحضير لهي المعركة يعني ما بيصير فجأة في شيء كبير صار وتم تاكيد استشهاد يعني نجل النائب علي عمار في عمليه الاقتراق الاسرائيلي هذا. يعني الحكومه اللبنانيه وزاره الخارجيه اللبنانيه طبعا كان هناك اليوم جلسه لمجلس الوزراء، هل تعتقد بان اليوم الرئيس ميقاتي والوزراء يعني باليد حيله بيقدروا يعملوا نعم. شيء بهالجو يا استاذ محمد نعم مثل ما قلت لك بهالمصيبه الكبير اللي, اللي حصلت بعدم يعني تواصل بين حزب الله والحكومه منذ بدايه الحرب أعلان حتى الساعة يا الرئيس مئاتي قال نحن ما في شيء بايدنا ابدا وزير الخارجيه تبعنا بس يعني بيصرح لا يصرح هل موجود طيب الدولة انا يسلموني الحكومه يسلموني الحكومه ربع ساعه أن بس ان يسلم اليوم الحكومه اللبنانيه عمليه تفاوض ان كان مع المجتمع العربي أو الدولي لإيقاف هذه المجزرة؟ أولا يدور طيارته ويمشي مين بيستقبله من الدول يضل يبرم ليفتحوا له بمطار. بده يعمل حملة دبلوماسية نجيب مئاتي هلا لحشد الدعم والتأييد لوقف إطلاق نار فوري في جنوب لبنان. تكفل الحكومة اللبنانية من جهة حزب الله ويكفل المجتمع الدولي من جهه اسرائيل اي واحد طيب اذا كان الجواب بس محمد. اذا كان الجواب انه على على وزير الصحه يوقفوا إطلاق النار شو بيقول لهم ما هو هيك هذا هذا لازم يكون هذا اقتراحه على الحزب وعلى المجتمع الدولي اثنين نعم. على وزير الصحه انه يدور طياره تانية ويطلع عند الدول العربيه بدنا مستشفيات ميدانيه خلال 24 ساعه يروح على كل الدول العربيه اللي بتستقبله اليوم نحن امام احتمال غزو بري اسرائيلي باي لحظه وما عندنا مستشفيات وما عندنا اجهزه طبيه وما دم للي لنعوض الدم اللي عم ينزف نحتاج الى دماء العرب ومستشفياتهم اليوم قبل الغد هيدا كله فيها تعمل الحكومه هلا ما في داعي تجتمع بكره الصبح لانه هلا مئاتي بيكون بده يتغدى وينام وبكره بيدعي ل... لاجتماع للحكومه بما انه اليوم خلص شغل يعني. بس ما فينا نحط اليوم المسؤوليه هي على رئيس مئات اليوم يتفضل اليوم يقعد بالبيت من جيب غيره يا استاذ محمد اليوم في حزب الله فاتح حرب من 11 شهر لليوم وما سالين على حدا بالدوله اللبنانيه كلها أخطأ. صحيح نحن اليوم بنكبه كبيره المت بكل اللبنانيين ولكن هناك مسؤوليه باللي حدث مسؤوليه مزدوجه بين اسرائيل وبين حزب الله هن اطراف النزاع اخطا حزب الله وانا وياك متفقين من 8 اكتوبر انه اخطا نحنا اليوم الدم على الارض شو بنعمل بنجيب حسن نصر الله بنتخانق معه هلا لا بدنا خلص تو لقيت نحكي معه نتخانق معه الشباب كلها راحت بالمستشفيات شو بنعمل بدنا نلاقي حل هلا بدنا نلاقي حل وعلى الحكومه انه الحكومه انها تكون جزء من الحل هيدي من ناحيه الحكومه من ناحيه حزب الله يجب عليه ان يتجاوب مع اي مطلب دولي لوقف الحرب فورا ما بقى فينا نتحمل هاي الحرب ولا هو في يتحمل ايران ما بدها وامريكا ما بدها ما في غير نتنياهو بده يا انا بطلب من السنوار يا عمي اذا في حدا يوصل لحركه حماس يا استاذ مروان لا. لازم السنوار يعمل بيان تاريخي يطلب فيه من الامين العام للحزب الخروج من هذه المعركة لأنه ما بدنا اسناد، ما عم بيفيدنا وعم بيدربنا. على السنوار في واجب كان عنده كرام السنوار هيك في واجب تاريخي واخلاقي على حركة حماس على حركة حماس أن تطلب من حزب الله أن يخرج من هذه المعركة وعلى إيران لقد كمان واجب لقد, تاريخي. لقد أدينا قسطنا للعلا خذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا خلص طيب. اليوم بعد هذه الضربة الكبيرة والمؤلمة للبنان ككل يا أستاذ محمد هل تعتقد بأن حزب الله سيكون له رد أوسع في هذه العملية ولن يكون العمليات عمليات إسناد بل عمليات هجوم انتقامية عملية هجوم انتقامي على ما حدث في لبنان وعلى هذا الخرق أم تعتقد أن هذه الضربة ستؤدي إلى يعني عقلنة سياسة حزب الله حزب اليوم وعملية التراجع والتسوية التي سوف تحصل في الجنوب قلت لك حتى حين دخل حزب الله هذه الحرب دخلها عاقلا وعمل توازن بين المينيموم اللي ممكن هو يعمله من الاذى المادي اللي ممكن يتحمله لحمايه امنه الانطولوجي امن حكايته وسرديته التاسيسيه وجرب يعمل هذا التوازن، حزب الله عاقل، حزب الله ليس انتحاريا بسيرته لم يكن انتحاريا ولا مره، حزب براغماتي وحزب يبدي المصالح على ليك حزب الله لما راح سوريا بين مزدوجين خان سرديته طريق القدس ما بتمر من حمص صحيح. ولكن نزولا عند مصلحة المقاومة وحماية خط إمدادها من لبنان عبر سوريا إلى العراق وإيران خرج عن سرديته التأسيسية اللي لها علاقة بتحرير فلسطين وراح قاتل بسوريا مش هيك؟ طيب ندعوه اليوم إلى أن يعلن وأن يقتنع قادته أنه نحن عطينا أكثر ما نستطيع لفلسطين هلا علينا صرنا بلحظه لحمايه الامن الوجودي. السرديه تمت حمايتها 11 شهر معركه ودماء من فؤاد شكر لاصغر طفله استشهدت من من نص ساعه. اعطينا من دمنا لفلسطين ما لم يعطه احد في العالم وفي التاريخ. علينا ان نخرج من هذه الحرب. حزب الله يجب ان يكون عاقلا كما كان دائما وان يخرج الان من هذه الحرب. انها لحظه احراج اسرائيل كما حصل وقت صارت مجزره اليونيفل مجزره نيسان 2006 وان تكون هذه لحظه الخروج من حرب غزه بيان اولي لحزب الله استاذ محمد بيقول المقاومه بكافه مستوياتها في اعلى جهوزيه وان العمليه التي حصلت هي عمليه غامضه جدا، حزب الله ايضا استهداف طفله وشخصين جراء انفجار اجهزه اتصال لاسلكي لدى عاملين في وحدات ومؤسسات الحزب يعني بعد حديث هلا اليوم يعني حزب الله ما كتير عارف شو شو صاير معه. نعم. يعني اليوم حزب الله عادة قضايا مثل هي بيكون احتويها بشكل سريع تعتقد هالقد القضية القضية كتير كبيرة أستاذ محمد وسيكون لها تداعيات أكبر وأكبر ومعقول تكون هي بداية حل أم بداية تصعيد أول شيء آه بده وقت حزب الله لحتى لي يحصل خسائر عنده لحتى لي يعرف لأنه هو بتواصل مع الشباب على البيجر والبيجرز هلأ كلهم انفجروا واللي ما انفجر اما معطل واما طلب من العناصر التخلص منها. حاليا لا يوجد تواصل ميداني عند الحزب الا اللي بيقدر يوصل على الا السلكي شبكه الاتصالات السلكيه واخشى ما اخشاه انا انه اللي اخترق سمارت فونز واللي اخترق البيجرز قادر يخترق الـ 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 شبكه الاتصالات السلكيه. اليوم حزب الله منو قادر اكيد على المستوى الميداني انه يعمل احصاء كامل بخسائره واذا وزع... ولا يعمل هيدي الجهوزيه اللي عم يحكي عنها شو وسيله التواصل اللي بده يعمل فيها جهوزيته بعتقد في ارباك هلا رح يستمر ساعات بس من هلا ل 24 ساعه اكيد حزب الله بيكون استعاد جهوزيته بهاي ال 24 ساعه الاسرائيلي كمان هو بحاجة إلى أن يعني يعرف حجم الضرر اللي سببه للحزب وطريقة الرد اللي الحزب بده يقررها بالتالي كمان الإسرائيلي بهالـ 24 ساعة أرجح أنه يكون صعب يعمل عملية كبيرة ولكن كل شيء يعني بعقل نتنياهو هو دائما مخالف للمنطق وللقدرة على التحليل طول نتنياهو عم بفاجئ القريبين والابعاد بـ بكل قراراته غير المنطقية طب. اليوم استاذ محمد كما يعني نرى كل كل يعني الاحزاب في لبنان والمجموعات السياسيه يعني تتضامن مع حزب الله وما حصل اليوم والكل في حاله تضامن وهلا ايضا بيان لرئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع بيقول فيه انه اليوم ليس للتحدث في السياسه وايضا بيان لحزب الكتائب يتحدث عن التضامن والتكاتف للخروج من هذه المصيبه والنكبه التي اصابت اليوم الشعب اللبناني تحيه لدكتور سمير جعجع ولا نائب سامي الجميل على هذه المشاعر الوطنية بهاللحظة الصعبة يعني اليوم بالنهاية هيدا الشعب اللبناني اللي عم بيموت وهذا الدم اللبناني اللي عم بينزل على الأرض من هون يعني تأتي هذه الأسوة ويأتي هذا الحزن على يعني على تحمل هذا الشعب لكل هذه النكبات يمكن والتحمل يعني سنين عن الشعب العربي كله وعن فلسطين بماساه بالشعب يعني طفله يعني عمرها بعمر الورد اليوم استشهدت شيء محزن كلنا عندنا اولاد وهيدا شيء ما بيجوز ابدا ولكن 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 غدا ماذا استاذ محمد غدا ماذا على صعيد حزب الله على صعيد الحكومه اللبنانيه على صعيد النهوض على صعيد صعيد عوده تكوين السلطه في لبنان لكي نصبح بالفعل دوله على طريق اعاده النهوض يعني العودة إلى الحوار الكلام اللي قاله يعني اللي صدر عن حزب الكتايب مثل ما تفضلت وعن القوات اللبنانية هو كلام وطني وكلام يعني يشبه اللحظة المؤسفة والمؤلمة إن شاء الله يكون هيدا مقدمة لوقف الحملات الشامات اللي بلش تشوفها على على تويتر على أكس بعض الموتورين يعني ما يعني حتى في اليوم صحفيين اليوم. كبار ايه. عملوا تغريدات معيبة ان شاء الله يمحوها وان شاء الله يشوفوا حجم اللحظة وقسوة اللحظة وحجم يعني ما في بيت اليوم بالضاحي وبالبقاع وبالجنوب ما في عيلة الا آه. ما فيها حدا بالحزب معه بيجر واليوم في يعني حداد وطني عام لازم يكون ومثل ما قالوا يعني الدكتور جعجع والاستاذ سامي انه اليوم مش للحكي اليوم للتضامن ولازم يكون يعني كمان انا بتذكر قبل ما تبلش الحلقه قلت لك يا ريت تكون الحلقه تضامنيه اكثر ما فيها حكي سياسي لانه كيف ما حكيت بالسياسه طبعا نحن اليوم بصوت لبنان بهذه ما هذا المنبر الاعلامي الوطني يعني كل التضامن مع كل الشعب اللبناني ومع كل فئات الشعب اللبناني يعني بهذا المصاب الكبير اليوم ايضا مصادر عن العربيه اصابه نجل النائب حسن فضل الله يعني نجل النائب حسن فضل الله او اي لبناني كلنا شعب لبناني وعلى الجميع ان يعني اليوم يتضامن في هذا المصاب وشفنا نحن اليوم نقيب المح... نقيب عفوا ال... نقيب الاطباء دعا كل الاطباء في كافه مستشفيات لبنان الى الالتحاق بمراكز عملهم من اجل يعني اداء الواجب الوطني حيال الجرحى وال... والمصابين تعتقد هذه هذا التضامن الذي حصل اليوم وهذه المصيبة التي حصلت اليوم والنكبة أستاذ محمد تخلق جو في لبنان من يعني إعادة الهدوء على المستوى هذا جو وإعادة الحوار بين كل الأطراف اللبنانية من أجل يعني أولا انتخاب رئيس جمهورية قبل انتخاب الرئيس نحن جميع طبعا انتخاب رئيس جمهورية نقطة أساس لأنه اليوم كمان أيضا في شريحة لبنانية يا أستاذ محمد حاسة أنه في عملية تهميش كبيرة لها ولدورها و مراكزها وهذا التهميش لا يزول إلا بانطلاقة انتخاب رئيس جمهورية لاستقامة الأمور ككل هذا التضامن في حكمة في وطنية في حكمة سياسية كمان هي أنه الحزب يحتاج إلى الاحتضان بهذه اللحظة الحزب مكسور ومجروح اليوم واحتضانه من قبل الخصوم الأشد والألد اللي هن القوات والكتايب هو مناسبة سياسية وحكيمة لنقول له للحزب انه اظهر من هاي الحرب يعني مش خصوم معارضين نحن سياسيين يعني وخصوم سياسه يعني ما في خصومة بالنياس خصوم سياسيه خصوم سياسيه, يعني سياسية اي بس تكون واضحين هيدا بيساعد الحزب وبيعطيه مثل حضن داخلي يطمئنه الى انه الخروج من هاي الحرب ما رح يكون في قباله اسود وليس الدلاله استاذ محمد انه عطول طول الحضن الداخلي اللبناني ما في غيره اللبناني هو الافضل اليوم غيره من اليوم اي حضن مثلا اليوم اليوم تعرف أو اليوم مستشفى عربي. الروم واوتيل ديو ورزق ومستشفى رزق كل المستشفيات في الجهه المسيحيه من بيروت تعج بمئات الجرحى لبنان وعم بفوت عم بفوت عم هلا على اجساد ابناء حزب الله دماء من المسيحيين ومن الشيعه صحيح. والسنه والدروز هذا هي هيدا الحضن الوحيد يعني وين حزب الله بده يروح؟ بس ينضرب حزب الله هلا ضربته اسرائيل وين بده يروح؟ بده يجي عند اللبنانيين يحضنوه هو يعني هو ما بيعرف هيك خليه يعرف هلا وهيدا يعني حكمة من من يمكن الله على سي... لكن يمكن على اساوتها استاذ محمد بركات ولكن هذه الصدمه يعني تشكل هذا تعيد احياء هذا الفكر اللي تحدثت عنه انه ما حدا بيحك ضفرك ما حدا بيحك جلدك ما بيحك جلدك الا ضفرك اليوم ما في اللبناني هو اللي بده يسند اللبناني بنهايه المطاف اليوم الايراني بعيد عنا الاف الكيلومترات العربي كمان بعيد عنا مئات والاف الكيلومترات اليوم اللبناني اللبناني, اللبناني اذا ما كانوا حد بعضهم ومتفقين مع بعضهم لا قيام لهذا البلد. اليوم البيئه الدرزيه وقفت مع حزب الله بهي الحرب على لسان وليد جنبلاط واستقبلوهم بمناطقهم والبيئه السنيه عملت تحول بقبول منطق الحزب باعتباره يدافع عن فلسطين وهلا في احتضان مسيحي بهيدي النكبه التي يتعرض لها الحزب وبالتالي امام هذا الالتفاف الوطني على الحزب يجب أن تكون مناسبة ليستعيد حكمته بهذه المفاصل حزب الله وأن يذهب إلى إعلان وقف إطلاق النار في الجنوب تمهيدا لتسوية سياسية يعني تصديقا على كلامنا انا وياك استاذ محمد اخلاء الجرحى وصل الى مناطق قسروان حيث يستقبل حيث تستقبل قسروان الجرحى من الضاحيه الجنوبيه وبيروت تحيه لاهالي كسروان واطباء كسروان. آه شو بعد بنقال اليوم؟ ما نحكي بنحكي عن رئاسة يعني, يعني, طبعًا يعني اليوم طبعا ما ما بينحكى عن هالموضوع ولكن مبلى بينقال شيء يا استاذ محمد، بالنهايه بناء الدول واعاده بناء الدول وتكوين المجتمعات من جديد بدها تبلش من مطرح واليوم مفروض تبلش من رئاسة الجمهورية ومن تكوين هذه السلطة ككل يعني اليوم استاذ محمد اليوم في في عقد سياسي بده ير يعني يرجع ينبنى بين اللبنانيين وثقة بدها ترجع تنبنى بين اللبنانيين بدها تبلش بالحوار صحيح يعني بس ما كمان مين رافض الحوار يا استاذ مروان؟ لا بالحوار الحوار البناء مش الحوار المفروض من مثل ما حكينا من دوله الرئيس نبيه بري بطريقه معينه برئاسته دون اعطاء ضمانات للمعارضين واللي عندهم هواجس بانه يكون في جلسات متتاليه مفتوحه على اجل انتخاب رئيس للجمهوريه، يعني ما فينا نجي نحكي شو بدنا بالجلسات؟ للاسف اسرائيل كلها ب 7 اكتوبر نتنياهو كان متهم يا محلى يعني عنا رياض سلامي والمنظومة متهم بالفساد المالي والفساد السياسي متهم بالاعتداء على القضاء الإسرائيلي متهم بالاعتداء على الشباب وعلى المال العام صح ولا لا؟ نعم غير قوانين ليهرب من المحاكمة بلحظة 7 أكتوبر كل إسرائيل وقفت وراه نحن عنا كان لازم من اللحظة الأولى لبدء هاي الحرب انه يصير في تضامن وطني وان نضع الخلافات جانبا الى ان تنتهي هذه الحرب وكتار انا من الناس اللي تلقوا لوم كتير كبير باعتباري غيرت لهجتي تجاه حزب الله بعد بداية هاي الحرب ما فيك انت بلحظة الحرب تحكي نفس الحكي اللي كنت تحكيه بايام السلم ما كل مرحلة لها لغتها والى مصطلحاتها وإلا طريقة تفكيرها اليوم نحن لازم يعني كلبنانيين على خلاف مع حزب الله انه نخبره كل الوقت انه نحن مستعدين للحوار معه، هذا حزب امني عسكري بعت ورقة مع علي فضل الله علي فياض ومقال نشره حسن فضل الله بجريدة النهار نواب مع حفظ الألقاب ورجع بعت رسالة مع نواف الموسوي إنه ما بدكم تردوا على هول نحكي معكم هيك كيف بدكن هذا الحزب على الشجرة هلا كيف بدنا ننزله عن هاي الشجرة بدنا ننزله انه ما بدنا نحاورك وتاع انتخاب رئيس وتخلى عن فرنجية واللي بدك الحوار شغلة طبيعية معه يا أستاذ محمد الحوار داخل مجلس نواب أنت عم بالأدوار أو... اليوم يعني هو اللي عم بيتعاطى بطريقة تعو على الحوار بمرشح سليمان فرجيه يعني أنت اليوم عم تقول أنه من اللي... اليوم المعارضة عملت عم عم... يا أستاذ محمد المعارضة عملت ثلاث أربع فشكات إلى الأمام من التخلي عن الشيء شو من مروان اليوم اليوم على عملت اليوم عملت خطوات إلى الأمام اليوم يوم ولكن الثنائي كان بعده لحد لحد آخر جلسة متمسك بالمرشح أمس المرشح شي. أمس شيء نعم واليوم اخر اليوم يوم من اخر كلنا اليوم هذه الدماء العزيزه التي سالت هي بتشكل مركب نجاة لكل الاطراف كل واحد منطقه بيقدر يعيد تفضل مؤتمر صحافي لوزير وزير الصحة. وزير الصحه اليوم بدا بدكم تطلعوا فيه لايف لا ما بدنا ما ماشي الحال أوكي. اليوم الدماء العزيزه التي سالت هي مركب نجاة لكل الاطراف ان تعيد تاسيس خطابا بناء على اللي صار اليوم كل الاطراف واللي صدر عن حزب الكتائب وعن حزب القوات اللبنانيه هو مقدمه جديه لاعاده صياغه الخطاب السياسي بشكل مختلف حوار فوري احتضان شامل لحزب الله وللبيئه الشيعيه وجماعه عرضوا البحث بالاستراتيجيه الدفاعيه بسلاح حزب الله على لسان علي فياض وحسن فضل الله اليوم كل الاطراف مدعوه ان نروح على طاوله حوار فوريه رئاسه الجمهوريه وغير رئاسه الجمهوريه ان نتحاور على كل شيء بدءا من هذه اللحظه يعني تقريبا على كلامك كمان استاذ محمد بموضوع الاجهزه يعني قلت لنا انه في يعني هالصفقه عمليه اهمال كبيره اعلام اسرائيلي مصدر أجهزة الاتصال التي تم تفجيرها في لبنان هو شركة تيليرم الإيرانية والشباك استطاع اختراقها والوصول إليها وتفجيرها طيب مثل ما عم نقول لك يعني صحيح. خليط من الإهمال ومن التآمر أكيد في اختراق صار بهاي الشركة لأنه يعني إيران مليئة بالخروقات البشرية على كل المستويات هن فاتوا الإسرائيلية أخذوا أطنان من الملفات النووية من, من قلب إيران من أماكن سرية مخصصة للأرشيف النووي فكيف بأجهزة اتصالات يعني هذا آه، خطا كبير من قياده الحزب انها تتلقى هيك اجهزه وتستعملها خلال الحرب وزير الصحه ثمان آه. شهداء واكثر من 2800 جريح جراء تفجير آه. اجهزه الاتصال في عده مناطق بلبنان حتى الساعه يعني يعني عندك بعد 200 ما وصلوا على المستشفيات على الجبهات وغيرها عندك 3000 بين جريح وقتيل هذا الرقم رقم غزاوي مش لبناني يا استاذ مروان هذا رقم يشبه غزة وهذه ليست إلا البداية. نعم يلا يعني مشاهدينا الكرام ننتقل إلى المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير الصحة فراس الأبيض بعد هذه الاعتداءات وهو يعلن عن أعداد المصابين والشهداء. أهلنا عندكم أي سؤال أنا نحن بهذا الموضوع مع الوزير حكى عبر وسائل التواصل فقط لقى نوع من انه احدى المستشفيات في لبنان بدون تسليحها تم الطلب من موظفيها قبل اسبوع التخلص من هذه الاجهزه هل وردتكم مثل هذه المعلومات؟ هذا الكلام مش مضبوط وانا بقدر اقوله لانه يعني انا بعرف تماما المستشفى اللي انت عم تحكي عنه وهذا الكلام مش صحيح الموضوع الثاني كذلك ورد الاعلام شفته انا انه احدى المستشفيات ما كانت عم تستقبل جرحى كمان هذا الموضوع نحن بدنا انا بحب أوجه للأعلام ارجع اقول للاسف لما هيك حوادث بتكثر الشائعات ولذلك نحن بنشدد على الجميع انه ياخذوا المعلومات من مصادرها وخاصه من البيانات اللي عم تطلع عن غرفه الطوارئ الصحه بالوزاره ونحن عم نكون شفافين لاقصى شيء وعم يعني نعطيكم المعلومات اولا باول فحقيقه برجع بقول يعني نحن التجاوب اللي كان عم بيكون من الفرق كان ممتاز ولكن نحن بهمنا ان شاء الله يعني نقدر نقوم بواجباتنا والجرحى ان شاء الله يغادروا المستشفى في وقت ونتمنى لهم الشفاء العاجل. شكرا جزيلا. شكراً. مستمعين الكرام استمعنا إلى المؤتمر الصحافي لوزير الصحة في رأس الأبيض والتي تحدث عن يعني الجهوزية التي قامت بها وزارة الصحة وزير الصحة اعتبر أن هناك 2700 إصابة من جراء تفجير أجهزة الاتصال بالإضافة إلى يعني 8 شهداء بينهم طفله ونحو 2800 2800 جريح بينهم 200 في حاله حرجه في تفجير يعني هذه الاجهزه البيجرز أه يعني بالفعل كارثة بالفعل كارثي بعتقد انه يعني مثل ما كنا عم نقول هيدا رقم منو لبناني هيدا رقم بيشبه ارقام غزه عم نحكي عن يعني قد ترتفع الأرقام عم نحكي عن 3000 جريح وربما 10% منهم يكونون في عداد القتلى بحسب الأرقام اللي قالها وزير الصحة فهذا رقم غزاوي عم نحكي بساعة وحدة يعني بغزة لم يسقط هذا العدد من الشهداء والجرحى في ساعة وحدة وبالتالي يعني هيدا هي جريمة ضد الإنسانية مثل ما قلت لك ب 11 أيلول نحن سميناه 11 أيلول لبناني ما بعتقد ب11 ايلول سقط 3000 بساعه واحده فهذا رقم كبير جدا وعلى المجتمع الدولي ان يتحرك لحمايه المدنيين في لبنان نحن اليوم في حاله صدمه وفي حاله يعني نحن بمعتدى علينا من قبل عدو شرس لا يميز بين مدني وغير مدني في لبنان يعني ايضا الوزير في فراس الابيض يقول بان غالبيه الاصابات من جراء تفجير الاجهزه هي في اليدين والوجه يعني, يعني لانه بس يزمر بدك تحط ايدك بده يحط على ايده عليه ليوقف تزميره أو أنا يطلع يعني بعض في بايده شفت بعض الصور والفيديوهات اما الخصر واما الايد فقط يعني اذا شال بعض وهيك وفقع بايده واما الخصر والايد سوا واللي بجيابهم فاقع بجيبتهم بافخادهم ب بي وللتذكير بانه ايضا مستشفى جبل لبنان يعني مستشفى جبل لبنان يعني كمان عم تستقبل عدد كبير يصل الى حوالي 100 او 150 اصابه مستشفى جبل لبنان في منطقه هذا هذا بيضغط على الامن الصحي هلا بال... بالاسابيع المقبله هذا بشكل ضغط كبير على الامن الصحي لكل اللبنانيين لانه هلا اي حدا بيصير معه شيء ما رح يلاقي محل ولا بمستشفى فمشان هيك المستشفيات الميدانية مطلوبة من من الدول العربية المتساعدة. أفادت معلومات عن إصابة نجل النائب حسن فضل الله كما ذكرنا واثنين من أبناء وفي صفا جراء اعتداء اليوم أيضا يعني هذا الحديث اللي كنا عم نحكي فيه أنه يعني قياديين اليوم في حزب الله وأبناء ومدنيين ولوجستيين و... ومدنيين و... و... كلون. في ناس بهيئات يعني غير عسكرية أه كمان أصيبوا منهم هاي الطفلة اللي حكيت عنها ورح يتكشف أكتر إصابات أكتر بالساعات المقبلة يعني ما في قدرة على إجراء إحصاء لحظوي وآني وسريع هلأ هل أه بالساعات المقبلة من هون لآخر الليل الأرقام بعتقد رح ترتفع أه بتمنى أكون غلطان وأرقام المدنيين بيناتهم هي الأكبر شوف عم نحكي عن 2800 جريح بيناتهم 200 حالة خطرة وانت سميت ثلاث او اربع مسؤولين فقط صحيح تالي الباقيين يعني اليوم الجزء الاكبر منهم سيكون مدني الم... بكره حتشوف نعم ولك ببيئاتنا وبعائلاتنا وبضياعنا بس يمكن بعد في مسؤولين اكثر استاذ محمد بس بعد ما بس عن... اللي اللي, اللي... عنه لانه طيب. يبدو هلا المجموعه من الاجهزه انعطت يعني هاي الصفقة من الاجهزه توزعت لكل قيادي حزب الله ان كان بالصف ما بعتقد حزب الله التاني. ما بعتقد حزب الله عنده 3000 قياده لا مش قيادي يعني بالتالي هذه موزعة موزعة على العناصر انا بقول وعلى الناس اللي بكل المستوى خليني بس كفي لك تفضل اليوم حزب الله عم خبرك انا كلام جدي مش عم اقول لك تحليل اليوم حزب الله سحب الهواتف الذكيه بامر من الامين العام للحزب من ثلاث أربعة اشهر طب كيف بدهم يتواصلوا مع بعض جابوا هول البيجرز هول الاجهزه توزعوا على كل الناس اللي لازم يحكوا مع بعض يعني اذا في هيئه ثقافيه بالحزب تهتم بالادعيه والذكر او هيئه عسكريه بتهتم بالصواريخ نعم هول الاثنين هول الهيئتين بدهم يتواصلوا مع بعض من دون هواتف بالتالي معهم بيجرز مش مزبوط كلهم عسكر مش مزبوط كلهم عسكر وزير الاعلام زياد مكاري استاذ محمد بعد جلسه مجلس الوزراء رئيس الحكومه نجيب ميقاتي اجرى اتصالات عاجله بقياده الجيش وقياده الاجهزه الامنيه واطلع منهم على ملابسات الانفجارات التي حصلت في عدد من المناطق اللبنانيه على عدد من اجهزه الاتصال اللاسلكي مما ادى الى وقوع الاف جرحى طبعا تضامن من كل الاحزاب اللبنانيه كما يعني بدت بوسائل التواصل الاجتماعي ايضا مجلس الوزراء بحسب الوزير زياد مكيري يدين الفعل الاجرامي الاسرائيلي ويقوم بالاتصالات اللازمه مع الدول المعنيه كما تفضلت استاذ محمد كما قرر ابقاء جلسته مفتوحه طبعا ضروري يكون في جلسه مفتوحه لانه بالنهايه اليوم نحن بازمه وطنيه وبكارثه لبنانيه وعلى جميع اجهزه الدوله وحتى الاجهزه المدنيه والحزبيه في الدوله اللبنانيه ان تتضافر الجهود ويكون هناك تنسيق للخروج من هذه الازمه ولتامين ايضا كل مستلزمات يعني عمليات اسعاف وتطبيب وجراحه للجرحى 2800 جريح عدد منه قليل ابدا حتى الساعه ان شاء الله تكون يعني الجروح طفيفه بالنسبه لمعظمهم و... والله يصبر اهلهم و... ويشفي اللي جروحه يعني حرجه مثل ما سماها وزير الصحه وايضا وزير الاعلام بعد جلسه مجلس الوزراء او خرج من الجلسه لادلاء بهذا بهذه التصاريح، الرئيس ميقاتي اجرى اتصال بوزير الصحه ووضع كل مقدرات الحكومه اللبنانيه ب يعني عهده وزاره الصحه من اجل القيام بالواجب الوطني في عمليه يعني اغاثه كل وتطبيب كل الجرحى في هذه العمليه اذا يعني كما كما قلنا يا استاذ محمد كارثه وطنيه كبيره غير مسبوقه بعتقد بتاريخ لبنان استهداف 3000 شخص بساعه واحده هذا 11 ايلول لبناني مثل ما قلنا اليوم حزب الله يجري تحقيق واسع بما حصل ولكن هناك يعني وصلني من خبير بموضوع الاتصالات ويتحدث ان العمليه التي قامت بها اسرائيل ليست عمليه معقده جدا بل استطاعت اسرائيل ان تدخل الى الموجه موجة يعني هذه الأجهزة التي كانت بحوزة عناصر حزب الله عندما استطاعت الدخول إلى هذه الموجة بعثت بهذه الزبزبات العالية الفعالية مما أدى إلى انفجار يعني بطاريات الليثيوم الموجودة في هذه الأجهزة وليس هو خرق أمني مسبوق أو كذا ولكن خرق تكتيكي مع احترامي للي عم نعم. يقول هذا الكلام هذا كلام غير منطقي وغير علمي لأنه لو كانت هذه العملية سهلة وتنفيذها سهل بهذه الطريقة كنا شفنا مثل بعشرات الدول وكنا شفنا مثلها بعشرات الحروب وبعشرات المعارك وكان الإسرائيلي عملها من أول الحرب لو كان قادر يعملها ما كان نطر لحزب الله كب عليه عشرات ألاف الصواريخ لعملها بالتالي بعتقد هذه عملية أمنية معقدة جدا وصعبة حتى لو كشف الموجة إرسال الزبزبات وتحمية البطاريات كلها بلحظة واحدة هو عمل تكنولوجي معقد جدا وصعب جدا وخرق على مستوى عالي ربما منذ لحظة بناء هيدي وصناعة هيدي البيجرات مش لقطوا الموجة وفجروها ما بعتقد هذا الكلام علميا صحيح بده دراسة أكثر وبده تعمق أكتر بده فحص هذه البيجرات من لحظه صناعتها من بلد المنشا لا لحظه تفجيرها وهذا تحقيق بده ايام واسابيع وربما اشهر فعدم التسرع انه حزب الله في واحد يعني بال بالامن الاسرائيلي كبس كبسه وقتل كل هالعالم ما بعتقد هالقد الموضوع سهل الموضوع معقد أكتر من هيك و... وما بعتقد انه يعني سهل كانوا يعملوه معلومات بي أيضا تؤكد إصابة نجل وفيق صفا ونجل النائب حسن فضل الله بالإضافة إلى إصابة نجل القيادي في حزب الله محمد عفيف بجروح طفيفة محمد عفيف مسؤول الإعلام مش هيك مسؤول الإعلام بالحزب اليوم محمد صحيح عفيف بعتقدة. مسؤول الإعلام بالحزب يعني نتضامن معه والله يشفي الجرحى وسائل الاعلام الاسرائيليه ايضا استاذ محمد كمان تعقيبا على حديثك عن يعني احتمال قيام اسرائيل بعمل بري او جوي واسع في لبنان، القياده الشماليه واستخبارات الجيش في حاله تاهب قصوى حسب الله بده يرد وربما يكون رده هو مقدم لحرب اوسع مما نتخيل لأنه اللي صار الليله كتير، اليوم يعني كتير خطير والليله يمكن تكون من اصعب الليالي بتاريخ لبنان يعني على اللبنانيين انه يلتزموا بيوتهم آه كمان السكان الضاحيه يمكن آه اكيد هلا ما بيشعروا بال آه بالامان الليله آه الوضع كتير صعب سكان كل لبنان يعني اذا توسعت الحرب اليوم ضاحيه يعني معرضه اكثر من غيرها صحيح الضاحيه معرضه لان فيها مركز ثقل لبيئه حزب الله اليوم مركز الصقل ولي والي. والي. نعم بعتقد معظم الاصابات بالضاحيه اليوم يعني هول آلاف بالضاحيه ايه صحيح صحيح طبعا في منهم بقى في البقاع الغربي في الجنوب في على الجبهات ولكن بالضاحيه عمليه الوصول ورؤيه هذه الاصابات كانت اسهل بكثير لانه بالنهايه الضاحيه يعني الخزان البشري والسكاني لحزب الله، مقتل نجل النائب علي عمار تحدثنا عن هذا الموضوع الله ايضا الله يرحمه نقدم له التعازي آه طبعا للنائب علي عمار، رئيس الحكومه نجيب ميقاتي ايضا كما اجرى اتصالات بقياده الجيش وسيبقي على اجتماع الحكومه مفتوح، استاذ محمد آه 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 اين المجتمع العربي اليوم مما يحصل في لبنان؟ العرب كانوا منذ اللحظة الأولى مع لبنان من خلال يعني أولا من خلال اللجنة الخماسية كانوا عم ينصحوا لبنان إنه انتخاب الرئيس هو مقدمة للحضن العربي الأوسع والعرب كمان كانوا مع لبنان بإنه يجب أن يساعد بإنهاء الحرب وليس بتوسيعها والحزب ما كان عم برد على حدا يعني بس اليوم العرب مطالبين ب مساعدة طبية عاجلة إلى لبنان هذه مسألة إنسانية لا علاقة لها بالسياسة ولا علاقة لها بحزب الله حتى بسوريا لما صار الزلزال أمريكا وأوروبا كلهم قدموا مساعدات لضحايا الزلزال بسوريا وبتركيا رغم الخلافات السياسية اليوم نحن بكارثة على المستوى الوطني وبعتقد العرب ولا مره يعني الا ما لبوا النداء الواجب الانساني كان بلبنان او بغير لبنان نائب الصيادله ايضا جو سلوم للصيادله في لبنان لتقديم كل اشكال المساعده ب العمليات الطبيه وتامين الادويه والامصال وغيرها من المستلزمات الطبيه ارتفاع عدد المصابين الى 3000 استاذ محمد يعني مثل ما كنا عم نحكي برا كنا عم نحكي انا وياك تحت الحلقه عن 500 عن 800 عن 1000 قلت لي بعد بعد ده 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 عم بده يطلع و... عم يطلع لانه مثل ما قلنا انه الشباب اللي معهم بيجرات باماكن ما فيها تلفزيون او اذاعه حتى الان بعد ما عرفوا شو عم بصير وما عندهم اي طريقه لحدا يبلغهم الا على البيجر ولما بده يرن البيجر يعني هن تصاوبوا خلص فالارقام ربما ترتفع ان شاء الله كون غلطان يعني استاذ محمد عمليه امنيه لم يسبق لها مثيل بتاريخ البشريه بساعه بساعتين حوالي 3000 شخص 3000 او 4000 او 5000 ما يعني ما بنعرف يعني ما حدا بيعرف الا حزب الله قدام موزع منهم لهالاجهزه اليوم صحيح. بس الحزب وقياده الحزب تستطيع احصاء يعني كم هناك من ولا يوجد اي صباح. طريقه غير الاتصال البشري المباشر انه يروحوا على بيوتهم وانه اكيد في طريقه هني عندهم اياها انه يجمعوا بمراكز معينه يعني بوقت الازمات اللي عم بيروحوا اللي ما كانوا حاملين البيجرات اللي كان حاططها على الطاوله حده اللي كان عم يتحمم اللي كان بالحمام تاركها برا هؤلاء نجوا والناجين لازم يروحوا يسجلوا اسمائهم هلا بطريقه بآليه اكيد معتمده بشكل او باخر بده ساعات الحزب ليعرف عدد النهائي للي تصاوبوا والعدد النهائي للناجين من اللي حاملين هاي البيجرات وربما في بيجرات ما انفجرت لسبب لعطر لما صحيح مش ضروري كلها انفجرت ف يعني قبل قبل ساعات قبل منتصف الليل ما ما حدا حيكون عنده ارقام نهائيه يعني اليوم كمان في ليله م... صعبه يعني في مرابط لحزب الله ان كان في البقاع او كان في بالجنوب هي بعيده عن الطرقات العامه وعن المناطق الماهوله ساعات بالسيارات او يعني صح. في الجبال اليوم اذا تفجرت فيها ايضا هذه الاجهزه هناك يعني صعوبه لانه الاسعافات الاوليه الطبيه اللي هي بهذه المراكز لا تكفي لأ في نزيف. صحيح في نزيف يعني يعني بده ساعات للوصول الى اقرب مستشفى وهذه ايضا يعني الا من رحم ربي يعني اللي يحطها اللي اللي بتجي الانفجار براني ما بفوت على الجسم يعني بين يدي الله يعني المساله الان طيب أه استاذ محمد يعني اليوم مبين من كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل البيانات التي وردت من كل الاحزاب اللبنانيه عمليه التضامن الكبير التي تحصل بين مختلف الشعب اللبناني لأن هذه اراقه الدماء هي اراقه دماء لبنانيه والاحتضان هو من كل لبنان ومن كل المناطق اللبنانيه، هل تعتقد بان اذا يعني كان هناك حرب اوسع وشامله يعني نظريه الايواء وايواء النزوح للبنانيين ستكون هذه المره اسهل مما كانت عليه في يعني النظريات التي كانت عليها والاحتقان التي كان عليه في الاسابيع الماضيه. انا برايي انه اللبنانيين ولا مره الا ما كانوا يعني متضامنين رغم رغم يعني رغم التوتر اللي بيصير على مواقع نعم. التواصل و ورغم التحريض الطائفي والمذهبي بس ما حدا امام هول مأساة مشابهة 3000 شخص بالمستشفيات عم ينسفوا ما بعتقد حدا عنده قلب او عنده يعني عين له عين انه يتأخر عن الواجب الانساني خصوصا خصوصا برجع بذكرك استاذ مروان انه كل هول عم يوصلوا على المستشفيات بثيابهم المدنية وما في مسدسات عخصورهم وما بنعرف اذا هو مدنيين حتى بالجسم التنظيمي او مقاتلين وعسكر وبالتالي هيدا يعني في صورة صورة المدني المستهدف هاي هي الصورة اللي لبنان لازم يشتغل عليها بالساعات المقبلة خالد مشعل لنيويورك لي... تايمز لي... لي... الدمار الهائل في غزة ثمن يجب على الفلسطينيين أن يدفعوه من أجل الحرية طيب نحن ليش بدنا ندفعه ليش نحن نحن عندنا حرية نحن عنا حرية وكنا آمنين بجنوب قبل هيدي الحرب فبتمنى من خالد مشعل ومن السنوار ومن كل قيادات حماس إنه يحسوا على ما بدنا نقول على دمهم إنه يحسوا على دمنا ويظهرونا من هاي المعركة وأدعو كمان القيادة في إيران أن تخرج لبنان من هذه المعركة خلص ما عدنا قادرين ندفع دم أكتر الوزير الاعلام وزير الاعلام زياد مكاري الحكومه تندد بتفجير اجهزه الاتصال وتصفها بالعدوان الاسرائيلي الغاشم. اليوم على الحكومه ان تتقدم بشكوى طبعا اليوم استاذ محمد الى الامم المتحده بما خص هذا الاعتداء الكبير. على الشعب اللبناني وعلى بالتحديد على حزب الله ولكن على الشعب اللبناني ككل يوم مستشفيات لبنان كلها ممتلئة وعد كبير جريمي من المدنيين سميتها بأول جريمة من ساعة ما كان في كل هاي صحيح لما قلنا هاي جريمة ضد الإنسانية هذه جريمة ضد الإنسانية لأنها استهدفت حتى الآن أكثر من ثلاثة آلاف مدني بثيابهم المدنية بين أطفالهم وجيرانهم وفي محلات الخضرة وبالشوارع هول كانوا مدنيين ولم يكونوا في ساحات القتال حتى لو كانوا عسكر فكيف إذا كان معظمهم وأنا أعتقد أن معظمهم ليسوا مقاتلين حتى يعني أشهر فيديو توزع اللي كان عم يشتري خضرة هيدا جسمه, جسمه ما بيوحي أنه مقاتل ايه صحيح يعني هذا منه مقاتل زلمة فوق الخمسين أو خمسة وخمسين عم يشتري خضرة لعائلته هاي هي الصورة التي يجب ان نتذكرها من هذا اليوم والتي يجب ان تعمم، هذا اعتداء وجريمه ضد الانسانيه، اعتداء على المدنيين في ضاحيه بيروت الجنوبيه وفي الجنوب والبقاع والغربي والشمالي. الجيش الاسرائيلي للسي ان ان لن نعلق على الانفجارات التي وقعت. في لبنان يعني اليوم إسرائيل محتارة بين أنه بدها يعني بهذا الإنجاز التكنولوجيا التي حققته ويبدو أنها من يعني من ميل أخرى اظن بان هذه الجريمه التي ارتكبتها في لبنان هي جريمه بحق الانسانيه وممكن لنفس أعتبر. السبب هناك شكاوى لدى الامم المتحده ولمحكمه العدل, العدل الدوليه, الدولية و... بما خص المحكمه الجنائيه الدوليه طبعا جنائيه دوليه اليوم الحرب كمان بعتقد انه كمان البروفيسور الرئيس نواف سلام كمان لازم رح تتحرك المحكمه الجنائيه الدوليه بأن. يكون عندها رأي ويكون عندها قرارات ويكون عندها تدخل بهذه الجريمة اللي صارت اليوم اللي اللي عم بيصير اللي عم بيصير استاذ مروان هو اكبر مما نسمعه الان ما يحصل هو ضخم وهو تاريخي وهو غير مسبوق في لبنان ولا في العالم يجب ان نتصرف معه على هذا الاساس كل ال الطريقه اللي كنا عم نحكي فيها سياسي بال11 شهر اللي مرقوا شيء واللي صار اليوم شيء ثاني هناك ما يشبه محاوله يعني الاباده حتى لو كانت تستهدف حزب معين هذا الحزب اذا هو في 300 الف 400 الف من انصاره في 10 او 20 او 30 الف مقاتل انك تستهدف 3000 30 3000 30 30 30 حتى الان من هول هو محاولة إبادة وهذه الإبادة بالتأكيد بالتأكيد تتعارض مع كل القوانين والمواثيق الدولية خصوصا القوانين التي تحمي المدنيين خلال الحروب من هون لازم يبلش النقاش الدبلوماسي والسياسي والدولي يعني طبعا عم بيوردنا من يعني غرفة الكنترول بأنه يعني سيارات الصليب الأحمر حتى الساعة أكثر من 50-55 سيارة للصليب الأحمر اللبناني وصلت إلى مستشفى أوتيل ديونا هيك عن المستشفيات الأخرى في منطقة الأشرفية إن كان مستشفى الجعيتاوي الجامعي أو مستشفى الروم الجامعي ومستشفى أيضا مستشفي رزق وطبعا مستشفي جبل لبنان ايضا يستوعب حوالي 200 ايضا من المصابين اذا يعني حتي الساعه المعلومات تتحدث عن أكثر من 3000 مصاب أو جريح في هذه العمليات عملية تفجير هذه الأجهزة أجهزة الاتصال التي كانت بحوزة عناصر حزب الله من قبل إسرائيل من قبل الشباك من قبل الجيش الإسرائيلي حتى الساعة المعلومات متضاربة إسرائيل تتردد في الإعلان الرسمي عن تبنيها لها هذه العملية نعم استاذ محمد لنفس السبب آه، امتناع اسرائيل عن اعترافها بتفجير مرفق بيروت وهو انه تبين انه جريمة ضد الانسانية كمان لانه جريمة اتت على عشرات الاف المدنيين بين قتيل وجريح وشردت كمان عشرات الالاف اليوم اسرائيل قد لا تعترف رسميا بهذه العملية ولكن هذا لن يمنع ويجب ان لا يمنع الدولة اللبنانية والمحاكم الدولية من ملاحقة إسرائيل على هذا الاعتداء الكبير أستاذ محمد كل العزاء للشهداء الشفاء لجميع الجرحى وكل التضامن مع, مع عائلاتهم عائلات وكل التضامن مع الشعب اللبناني ككل على أمل أن يكون غدا يعني انطلاقة لوقف هذا الكابوس على لبنان، وقف هذه المجازر تجاه لبنان لكي يعي حزب الله بان هذه العمليه عمليه الاسناد كلفت الشعب اللبناني وكلفته هو شخصيا ايضا الكثير الكثير من الدماء. يكفي لبنان هذا النزف المستمر من حوالي يعني سنه. حتى اليوم على امل ان يكون الغد افضل ومشرق، شكرا لك الصحفي شكراً الصديق لك. محمد بركات على هذه الاطلاله اليوم معنا في هذه التغطيه الخاصه من صوت لبنان، شكرا للمستمعين الكرام والمشاهدين، شكرا لفريق الاعداد وفريق الاخبار، كان معكم في هذه الحلقه من منشات المساء والتغطيه المباشره مروان الدوم.